ما هو الحكم الشرعي في النقطة التي يلتقطها الإنسان في مكان خال من السكان، سواء كانت ثمينة أو متواضعة؟ وهل هناك أماكن يحرم التقاط أي شيء منها كثر أو قل؟ لأنني أثناء سيري بالسيارة بين مكة وجدة وجدت في الطريق عددا من المطارح الإسفنجية فأخذتها إلى منزلي، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. وبعد، فإن اللقطة لها أحكام الشريعة الإسلامية قد بينها الفقهاء رحمهم الله أخذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيها. من أحكام اللقطة أنها إذا كانت شيئا تافها لا تتبعه همة أوساط الناس، هذه يأخذها الإنسان ويتملكها. أما إذا كانت شيئا ذا قيمة يلتفت إليه فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط أن يعرف صفتها المميزة وأن ينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل حتى يعلم صاحبها بها، ثم يأتي لاستلامها بعد ذكر علاماتها المميزة. وإذا كانت اللقطة في الحرم وهو ما كان داخل الأميال فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها إلا إذا التزم بالتعريف بها إلى أن يأتي صاحبها. أما إذا كانت خارج الحرم فإنه كما سبق، إذا أخذها وعرف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة في مجامع الناس ولم يأتي لها أحد فإنه يتملكها. أما لقطة الحرم فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائما ولا يتملكها. هذا الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. أما ما ذكرت من أنك وجدت مطارح إسفنجية على الطريق بين مكة وجدة، فالحكم فيها كما ذكرنا، إن كانت خارج حدود الحرم وخارج الأعلام فإنك تنادي عليها مدة سنة ثم بعد ذلك تتملكها. وأما إذا كانت داخل الحرم فلا يجوز لك أن تتملكها، بل تنادي عليها إلى أن يأتي صاحبها، وإلا فدعها في مكانها لأنها مسؤولية وأنت بعافية منها. إذا كنت تعرف من نفسك الأمانة والقيام بحقها الشرعي خذها، أما إذا كنت لا تثق من نفسك أو لا تلتزم بأحكامها فدعها وأنت في عافية منها. الله تعالى أعلم. لقطة الحرم لا فرق فيها بين الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط؟ لا، الشيء التافه هذا يؤخذ سواء كان في الحرم أو غيره، إنما الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار. نعم نعم. وطبعا بالنسبة لمقدار هذه التفاهة، مثلا كل زمان حسب أحواله التي في شيء للوضع، قد يكون في زمان الشيء له قيمة بينما يكون في زمان آخر هذا الشيء ليس له قيمة. نعم. نظرا مثلا لغنى، كثرة الغنى وكثرة مثلا الأموال بأيدي الناس، وبينما يكون هناك زمان فيه فقر وحاجة يكون الشيء اليسير له قيمة. نعم نعم. بارك الله فيكم.